أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في صدى أقلام الجديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية ونبدأ من أهم العناوين. نقرأ في صحيفة المدى: المحاضرون المجانيون يدخلون على خط الاحتجاجات بإعلان النفير العام. وفي العربي الجديد: أردوغان بيان الضباط المتقاعدين ناجم عن نوايا سيئة. ونطالع في الزمان: الحكومة تحسم مصير المحاضرين اليوم وسط المطالبة بتحويلهم إلى عقود. في القدس العربية: المغرب اكتشاف أقدم النقوش الصخرية في شمال أفريقيا. أما في العربي 21: هجومان جديدان يستهدفان التحالف الدولي في العراق. وفي الجاردينيا: السعودية ستسمح فقط لمن تلقوا لقاح كورونا بأداء العمرة خلال شهر رمضان. أخيرا في الواشنطن بوست: هل ستصفق شركات الغرب لتدمير مساجد المسلمين في الصين؟ نبدأ من صحيفة الميثاق الوطني، حيث كتب وليد الزبيدي مقالة تحت عنوان: ثلاثة أسابيع غزو واحتلال ومقاومة. جاء فيها: استغرق الغزو للعراق في ربيع العام 2003 ثلاثة أسابيع فقط لتحتل القوات الأمريكية العراق، وعلى الطرف الآخر فقد شرع أبناء العراق في مقاومة تعد الأسرع في العصر الحديث، إذ لم تبدأ مقاومة بعد أقل من 24 ساعة على الاحتلال، إذ استغرق انطلاق تلك المقاومات فترة تراوحت بين 15 شهراً و15 عاماً لتبدأ أولى خطواتها، في حين شرع المقاومون في العراق خلال ساعات من بداية الاحتلال في هجمات مميتة، وتم تثبيت يوم العاشر من نيسان أبريل من العام 2003 باعتباره اليوم الأول للاحتلال، وهو اليوم الأول للمقاومة أيضاً. انطلقت المقاومة بهذه السرعة واستمرارها بطريقة مبهرة معروفة للجميع، وكان أول من يعرف ذلك الأمريكيين، حيث تلقت قواتهم أشرس وأقوى الهجمات وتكبدوا خسائر جسيمة، وصلت خلال أول 20 يوماً من الاحتلال إلى 22 قتيلاً استناداً إلى بيانات الجيش الأمريكي الموثقة. في حين يذكر شهود عيان عراقيين قصصاً كثيرة عن قتلى بأعداد أكبر من تلك التي أعلنها الجيش الأمريكي في حينها، ووثقت تلك الخسائر في عدة مواقع وصحف أمريكية، فقد أفردت صحيفة واشنطن بوست قسماً خاصاً بالخسائر الأمريكية، ومثل ذلك فعلت صحيفة يو اس توداي، كما بدر مهندس معلوماتية أمريكي اسمه مايكل وايت لإطلاق موقع يوثق تلك الخسائر. وفي واقع الحال حاولت تلك الجهود الأمريكية تكريس ثقافة التلاعب بالحقائق التي سار عليها الرئيس الأمريكي بوش منذ منعه وسائل الإعلام تغطية وصول جثامين الجنود الأمريكيين من العراق وأفغانستان. يقول الكاتب: لقد تحقق في هذه المحنة والمأساة العراقية أسرع ثلاثي خلال ثلاثة أسابيع: الغزو والاحتلال والمقاومة. ديمقراطية الشعب أم ديمقراطية الاحتلال؟ عنوان مقال كتبه عبد الرزاق محمد الدليمي في صحيفة الجاردينيا، وجاء فيه: مثل غياب أكذوبة وجود أسلحة دمار الشامل ملازمة جنبا إلى جنب مع انعدام الاستقرار وتزايد العنف بعد احتلال العراق، قد تسبب بإقناع الأغلبية العظمى من الرأي العام العالمي المهتمين بالوضع العراقي بأن احتلال العراق كان جريمة عظمى، وأن إعادة إعمار العراق مجرد فرية. لذا غيرت الدعاية الأمريكية المتصهينة أفواه مدافعها صوب أكذوبة أخرى، وهي الوعد باحتلال الديمقراطية في العراق، على الرغم من أن الديمقراطية لم تكن من أسباب احتلال العراق، بل كان السبب المعلن هو امتلاك العراق لأسلحة دمار الشامل. مع كل إخفاقات السياسة الأمريكية في العراق المحتل، ولأنها أصبحت وصمة عار في تاريخ الولايات المتحدة الأسود، لاحظنا أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يتجاهلون عمداً ما يحصل في العراق،
ناهيك عن تراجع متعمد لاهتمام وسائل الإعلام بقضيته، وللتخلص من هذا الإخفاق والإحراج ولطي صفحته، تشبثت الخارجية الأمريكية بمسرحية تطبيق الديمقراطية المزعومة في العراق دون وجود تصورات فكرية وقناعات حقيقية في تنفيذها. ونتيجة لذلك كان السعي إلى الديمقراطية سعياً فاشلاً بامتياز. إن أبرز مؤشرات العراق بعد احتلاله العنف والفساد وفشل الديمقراطية وانخفاض المستوى المعيشي للغالبية المطلقة من العراقيين، وهذه الإخفاقات كافية لرسم صور الفشل الواضحة لعملية أحلال الديمقراطية في العراق وبروز ظاهرتي الفساد والعنف كمدخلين لم يكونا مألوفين في العراق قبل عام 2003، بل ارتبطا بالظروف التي فرضتها تداعيات الاحتلال الأمريكي الغربي الفارسي للعراق. لا أحد يدعي أن العراق كان يعيش في بحبوحة اقتصادية أو عالم وردي، لا سيما فترة الحصار الاقتصادي غير المسبوق على العراقيين. إن التفسيرات المبسطة للفشل السياسي والاقتصادي والقانوني والمؤسساتي في العراق المحتل أدت إلى تكوين نتائج خاطئة لما وصل إليه العراق اليوم. فهم طبيعة الفشل الكبير في النموذج السياسي والاقتصادي في العراق والعجز في تطبيق النموذج الديمقراطي المزعوم الذي استنزف إمكانيات الدولة العراقية وقتل مليوني عراقي وحرم المواطن العراقي من الخدمات وأشاع الفقر هم العصابات وميليشياتهم دون غيرهم. فالأحزاب التي احتكرت السلطة لا تزال تفتقر للسياسات والبرامج العلمية والاقتصادية والاقتصادية والسياسية أيضا، ولا تملك أي مشروع سياسي. عن التناقض بين الديمقراطية والمحاصصة الطائفية كتب حسين صالح السبعاوي مقالة جاء فيها: لا يوجد في الديمقراطية أكثرية عرقية ومذهبية وطائفية، بل يوجد أغلبية سياسية تحكم الجميع بإرادتهم وفق القانون، بمعنى دولة القانون والمؤسسات. فلا يحق للأغلبية السياسية الحاكمة دستوريا وضمن مبادئ الديمقراطية نكران حق الأقلية، فالأقلية هي جزء من المجتمع تتمتع بالحقوق الدستورية كافة، وأهمها حقوق المواطنة التي تلغي مبدأ الأكثرية والأقلية في الحقوق. لذلك لا يمكن أن تسن قوانين وفق الأغلبية السياسية وحدها، وإنما ضمن مصالح الأغلبيات الاجتماعية التي يمكن أن تمثلها الأقلية السياسية أكثر من الأغلبية السياسية التي تحرص في أحيان كثيرة على التسيد والتسلط اللذين يكبحهما حق الأقلية الذي يضمنه العرف الدستوري الديمقراطي. ما يجري في العراق بعد عام 2003 هو نظام طائفي لا علاقة له بالديمقراطية، وإنما هي بدعة ابتدعتها أمريكا في العراق تحت غطاء الديمقراطية، والهدف هو تمزيق الدولة العراقية وإثارة الصراعات الطائفية والعرقية ليتسنى لها تقسيم العراق الموحد إلى كنتونات متصارعة يسودها لصوص وفاسدين، ومن ثم تفكيك الدولة العراقية لتفقد قوتها ومكانتها الإقليمية، كل ذلك من أجل خدمة المشروع الإيراني ليتمدد في المنطقة ويثير النزاعات الطائفية تحت مبدأ تصدير الثورة، وخدمة للمشروع الصهيوني الذي يريد توسع من النيل إلى الفرات بعد احتلاله لفلسطين والمقدسات الإسلامية فيها. ولا يقف في وجه هذين المشروعين في المنطقة سوى العراق الموحد القوي، وقد ثبت صحة هذا الكلام عبر التاريخ المعاصر. هذا النموذج من الحكم من النظام الطائفي لا يصلح للشعب العراقي قاطبة، إلا أنه فرض من قبل محتل غاشم، بدليل أن جميع مكونات الشعب غير راضية عليه وتتذمر منه، وخير دليل انتفاضة تشرين في وسط وجنوب العراق والتي يفترض أن تكون الحاضنة الكبرى والمؤيدة للنظام، إلا أنها أدركت بأن القائمين على هذا النظام ما هم إلا أدوات بيد المحتل لتحقيق أهدافه مقابل الفتات الذي يعطيه لهم، وإلا ما قيمة انتخابات تجرى في العراق ولا يحق للكتلة الفائزة أن تشكل الحكومة، وهذا ما جرى مع القائمة العراقية في انتخابات سنة 2010. إن حقيقة ما يجري في العراق لا يمت بصلة إلى الديمقراطية، فلا هو حكم الشعب ولا حكم القانون ولا المؤسسات، بل هو مشروع أمريكي فرض على الشعب العراقي والعراقيون
منه براء. ما ينتظره العراقيون من أشقائهم السعوديين؟ مقال للكاتب ماجد السامرائي جاء فيه: السعودية تعرف بالوثائق كيف حصل التعاون المشترك بين واشنطن وطهران خلال 20 سنة الماضية من خلال الميليشيات المحلية المدربة عسكريا وعقائديا التي نمت بسرعة مذهلة، خدمتها وسائل إعلام محلية حكومية أو محلية حكومية، ثم الجيوش الإلكترونية في إشاعة وتعزيز نظرية الشبح العربي الإرهابي في العراق الذي ينبغي محاربته وإلصاق تهم الإرهاب ضد المواطنين العراقيين من العرب السنة. أنت سني، إذن أنت إرهابي عميل سعودي. معظم العراقيين مع أي خطوة انفراج لاستعادة العراق هويته العربية وعودته لعمقه التاريخي، ما عدا فئة قليلة ممن وصلت أدمغتهم بالخرافات لقاء أجور لسد متطلبات العيش. لم تعد الشعارات القومية العروبية تقدم حلاً لمحنة أهل العراق الذين في نفوسهم غصة تخلي الأشقاء عنهم في أصعب ظرف مر عليهم عبر التاريخ. يتداولون همومهم فيما بينهم بين الحين والآخر، ليس بقصد التجني على العرب خاصة السعودية، لكن بشعور مازال حياً داخل نفوسهم بقدرة الأشقاء على إنقاذ ما تبقى بعدما دمر مشروع ولاية الفقيه الإيراني جميع مفاصل الحياة العراقية. الاستفراد الأمريكي الإيراني المشترك المبرمج بالعراق خلال فترة الاحتلال العسكري وما بعدها وفر الفرص الذهبية لمخطط تفتيت شعب العراق طائفياً وإدخال قصة الإرهاب السني المتطرف في التعاطي مع المواطنين العراقيين ليتم عزلهم عن حاضنتهم العربية ونزع أي إمكانية لصمودهم وقدرتهم على تعطيل مشروع الهيمنة الإيرانية الكاملة، خاصة بعد طرد داعش من العراق عام 2017. مركز التفوق الإيراني ليس باستعراضاتهم العسكرية في شوارع طهران أو سواحل الخليج، ولا بامتلاكهم نواة القنبلة النووية، بل بنفوذهم الكامل في العراق، وهو نفوذ فاق الاستعمار البريطاني للعراق الذي كان يدير حكوماته عبر المندوب والسفير البريطاني ببغداد، لكنه كان معزولاً عن شعبه في قواعده وثكناته العسكرية. إنهاء نفوذ ولي الفقيه في العراق عن طريق إنهاء نفوذ ميليشياته المسلحة هو المخرج الوحيد لأزمة الأمن القومي الخليجي قبل هوية العراق العربية. هذه الحقيقة الجيوسياسية يعرفها نظام طهران ويتصرف وفقها مع وكلائه بعدم السماح لأي بادرة انفتاح نحو العالم العربي الخليجي. وجاء في الاندبندنت المسلمات في سويسرا خائفات من زيادة الإسلاموفوبيا، حيث قالت صحيفة الاندبندنت في تقرير أعده سامويل أوزبورن أن النساء المسلمات يشعرن بالخوف بعد التصويت السويسري على منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ونقل عن ناشطات تحذيرهن من أن يؤدي المنع إلى زيادة الهجمات على المسلمات المتحجبات. كان السويسريون قد صوتوا بهامش صغير على منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وجاء التصويت الذي منع تغطية الوجه بالكامل بنسبة 51% مقابل 49%، وذلك في استفتاء عام عقد في 7 آذار مارس، ويجب على النواب في البرلمان تحويله إلى قانون وخلال 2 عامين. وتقول رفعت لينزن التي ترتدي الحجاب عندما تذهب إلى المسجد: شعرت بالضياع من حماقة ذلك التصويت مثل منع بناء المنارات للمساجد. في إشارة إلى التصويت عام 2009 لمنع المسلمين من بناء منارات للمساجد وفي استفتاء مماثل، وقالت إنها تخشى من أن يكون الاستفتاء دليلاً على أن غالبية السويسريين ضد الإسلام أو المسلمين أو الاثنين معاً. وفي الوقت الذي يقتصر فيه الحظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، فإنه لا يحظر ارتداؤه في أماكن الصلاة، وفي الوقت ذاته يستثني الحظر غطاء الوجه الذي يلبس من أجل السلامة والصحة، أي الأقنعة التي ترتدى لمنع انتشار فيروس كورونا. وتخشى لينزن أن يقود الحظر إلى انتهاكات جديدة ضد المرأة المسلمة، مضيفة أن الانتهاك الجسدي واللفظي هو ظاهرة يومية للمرأة المسلمة التي ترتدي الحجاب،
ولو أرادت أن ترتدي الحجاب في سويسرا فهي بحاجة لشجاعة ووعي بأنها ستتعرض للتحرش في الأماكن العامة. المجتمع المسلم يبدو قلقا بشكل عام، وهناك قلق من قيام حزب الشعب السويسري المتطرف الذي قاد الحملة ضد بناء المنارات والنقاب قد يوجه نظره لمنع الحجاب في المدارس. هل ستصفق شركات الغرب لتدمير مساجد المسلمين في الصين؟ تحت هذا العنوان نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للمعلق فريد هيات تساءل فيه عن موقف الشركات الغربية من دورة الألعاب الأولمبية في الصين العام المقبل وسط الاضطهادات ضد المسلمين ومساجدهم ونسائهم. وقال معد المقال إنه في الوقت الذي تحضر فيه الشركات الغربية للترحيب بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين المقرر عقدها في شباط فبراير المقبل، قدم رئيس المجلس التجاري الصيني البريطاني عرضا شاملا برر فيه التعامل مع الحزب الشيوعي الذي يقوم بعملية إبادة المسلمين. هناك قيود خطيرة على حرية التعبير والإنترنت والصحافة، وهجمات ومحاكمات للمحامين والكتاب والمدونين والمعارضين والمشتكين وعائلاتهم، ورقابة وحجب على المواقع، وقيود مشددة على الحرية الدينية وحرية الحركة، بما في ذلك عمال الإغاثة أو الانضمام لاتحادات عمالية، وإجبار الأطفال على العمالة القسرية. وبعبارات أخرى، فقد ازداد وضع حقوق الإنسان سوءاً منذ دورة الألعاب الأولمبية في عام 2008، وهناك حملة إبادة ضد المسلمين الإيغور والأقليات العرقية الأخرى في شمال غرب الصين، وتشمل الجرائم ضد الإنسانية الاعتقال التعسفي وغير ذلك من أشكال الحرمان الجسدي لأكثر من مليون مدني، ومنها التعقيم الإجباري والإجبار على الإجهاض والعمالة القسرية والاغتصاب وفرض قيود تعسفية على حرية الدين والاعتقاد وحرية التعبير والحركة. وتساءل الكاتب إن كانت شركات راعية للمناسبة مثل كوكاكولا وجنرال إلكتريك وعدد آخر من الشركات المتعددة الجنسيات ستحتفل بالألعاب الأولمبية العام المقبل، وكأن شيئاً لم يحدث وهناك 10 أشهر باقية على دورة بكين، ويمكن للشركات الطلب من الصين تحرير المعسكرات وترك الإيغور للعيش بسلام والسماح للمراقبين من الخارج بمراقبة ماذا تفعل السلطات في مناطقهم، وبعدها فلتبدأ الألعاب. قالت شركة LG الكورية الجنوبية للإلكترونيات إنها ستوقف إنتاج ومبيعات قسم الهواتف الذكية الذي يتكبد خسائر. كانت LG قد أعلنت في يناير كانون الثاني أنها تدرس جميع الخيارات لهذا النشاط بعد أن سجل خسائر بلغ مجموعها نحو 4.5 مليار دولار على مدى ما يقرب من 6 سنوات. الآن مشاهدينا مع رسوم الكاريكاتيرية. وبهذه الرسوم نصل لختام صدى أقلام اليوم. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.